عندي نسخة من تقرير سيد وكيل الجمهورية تونس حول فساد مالي للرئيس الأول لمحكمة التعقيب. يعني سيد وكيل الجمهورية يبعث المسألة للقضاء ويتم تتبعهم أو إحالتهم ويتم طلب رفع الحصانة، يتعديه بعده هو زوز قضاة يتضح أنهم في علاقة معه، يتضح أنه هو يخدم به، يسمسوا مع بعض، هذوكم يقع عزلهم، بعد ما وقع عزلهم زاد جبد خل نار عند هما وقتها سيء يقول كنا طايح. هيك نقول لكم منا السيد هذا إيش شو عمل؟ توا نتسائل أنا، الشكوى جاتكم من 10/9/2020 وتوا عملتوا حتى شيء. أنا على الأقل ثبت في الشيء اللي جاني لقيت بلاوي سيد الرئيس. يعني كيفاش قاضي برتبة درجة ثالثة مهما كانت أقدمية تاعو مهما كانت المنحة تاعو عنده عقارات بقيمة مليارات.